السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ازيكم وحشونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل عام وانتم بخير. بمناسبة شهر رمضان نقدم النهاردة فيديو بعنوان كلنا كنا بنأكل الحمام غلط وما زال كلنا ما نعرفش المعلومة دي. حاجة انا جربتها اخيرا لقيت ان هي دي الصح. في ناس بتأكل الحمام مرة واحدة كل يوم، وفي ناس بتأكل الحمام مرتين، وفي ناس بتأكل الحمام 3 مرات. لكن هقول لك على تركية كده صغيرة، لو عملتها هتلاقي حجم الزغلول. انا جربتها هتلاقي حجم الزغليل بسم الله ما شاء الله. مش هقول لك، مش هتلاقي زغلول كبير وزغلول صغير، مش هتلاقي الزغلول اللي اكل والزغلول اللي مش اكل. هقول لك ايه السبب، وهي حاجة بسيطة جدا، وهو ده موضوع فيديو النهاردة، الحاجة البسيطة دي. تعال نشوف انا بأكل الحمام ازاي في الفترة الاخيرة دي. لو انا بستخدم مثلا 2 من دي، انا عن نفسي انا باكل الحمام اللي معاه زغليل مرتين في اليوم مثلا. لو انت هتاكل الجماعي علبة كبيرة زي كده او علبتين، لو انت هتاكل علبتين من دي خلاص، انا احط واحدة واستنى نص ساعة لو انا عندي وقت، يعني ما ترميش الاكل وتطلع تجري وتقول لي الزغليل صغيرة. هحط واحدة بدل ما احط 2، احط واحدة الحمام اكل واستنى نص ساعة ما ياكل ويأكل الزغليل خلاص. يبقى انا حطيت كده نص الوجبة، خلاص حطيت كده نص الوجبة. الحمام اكل، هيروح يأكل الزغليل بتاعته. الزغليل كلت، هتلاقي فيه زغلول كل وزغلول ما كلش خلاص. بعد نص ساعة احط العلبة التانية خلاص. يبقى انا كده دي الوجبة بتاعتي اللي انا عملتها. او لو انت مربي في سلاكة بتحط حبة في ايدك كده مثلا، اقسمهم النصهم، حط نص الوجبة. يعني اقصد ان انت تقسم الوجبة على مرتين. الزغليل بتطلع عندك ضعيفة، ده السبب. اقسم الوجبة، ده احد الاسباب، يعني مش هقولك بس هو غالبا بيكون فيه السبب ده. الزغلول بياكل وزغلول ما بياكلش، لان الحمام اكل راح اكل الزغلول اللي هو القوي في الزغلولين. لما ترجع بعد نص ساعة تأتي تاني، الحمام هياكل ويروح يأكل الزغليل تاني. بس انت كده قسمت الوجبة، ما تقوليش انا اكلت كده 4 مرات، لا انا بقسم الوجبة على مرتين. الوجبة الواحدة بقسمها على مرتين، يبقى كده اصبح انت بتأكله مرتين. واحد يقول لك لا ده كده بقى 4 مرات، لا هما مرتين بس احنا قسمناهم على 4 مرات، يعني بنقسم الوجبة الواحدة الى مرتين تمام، اللي هم بعد نص ساعة بنعطي النص التاني، او ساعة ما فيش مشكلة لو عندك وقت. المهم بعد ما يأكل ويروح يأكل زغليله ارجع اعطيله النص التاني. بكده هتلاقي ما فيش زغلول كبير وزغلول صغير، هتلاقي الزغلولين في حجم بعض، الاتنين اكلين. لو بيأكل واحد وسيب واحد هتلاقي الاتنين اكلين. وهتدعي لي ان شاء الله، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.